لك سؤال واديك ثلاث اختيارات اتفضل المنتخب الاولمبي رفضت عرض تدريب المنتخب الاولمبي لم يعرض عليك تدريب المنتخب الاولمبي اعتذرت بشياكه عن تدريب حراس مرمى المنتخب الاولمبي لم يعرض عليا تدريب المنتخب الاولمبي لم يعرض لا لم يعرض كان مفاجاه بالنسبه لك اترشحت كتير في البرامج بالظبط كده كل البرامج قالت لك ط... وعلى وف... فكره آه. م... واللي وصل لي اللي وصل لي من بعض ناس جو يعني من جوه ان ال... ال... المنتخب طبعا انت عارف انه طلع بيان لما الحاضر يمشي مم. وكان من ضمن البيان ده ان يعني هم بيلوموا على الاتحاد السوري انه انه التفاوض مع مع حضر. يعني مع حضر وكمان حسام حضر ماسك منتخب فهم اللي انا عرفته كويس آه ان هم مش عايزين يجيبوا حد آه ما بيشتغل في مكان والمكان ده يعني ناجح فيه ويعني عشان برضو ايه آه هم حاولوا ان هم يجيبوا حد ما كانش يعني الفتره اللي اه فاهم قصدي يعني دلوقتي احنا زعلانين ان الحاضر يمشي وسام مكان وراح لمكان تاني فاحنا مش هنروح احنا كاتحاد كوره ناخد طبعا هو طبعًا, هو طبعا ده منتخب مصر بالزبط. وانا لو اتعرض عليا منتخب نفسهم مصر طبعا أه. يعني لو اتعرض على الماتش محمد عادل او الماتش محسن صلاح صح. وانا هروح منتخب مصر أه. ده شرف لاي حد ايا كان المنتخب بجد والله يعني ما يعني دي مفيش فيها كلام يعني م. انما هم يعني هم كاتحاد كوره قال لك مش عايزين ده اللي انا عرفته انا عرفته من حد قريب يعني حد جوه يعني م. انما عرض عليها رسمي من حد في الاتحاد لا ما تعرضش عليها خالص ولا, ولا ولا اقدر ارفض ارفض ان انا أمشي منتخب طيب مصر. انا؟ بصراحه لا بص آه موضوع ان انا انا موجود في مكان مستريح فيه جدا هي. بصراحه يعني وانا الحمد لله بروح النادي وانا مبسوط جدا جدا وبنشتغل وواخدين يعني بنعمل كل حاجه <applause> واحنا يعني فانا قلت يعني ما زعلتش ان انا ما, ما كلمونيش اه انما لو كان كلموني آه خد بالك ما بيقول لك ده منتخب مصر ما كنتش اقدر ارفض بس برضه المكان اللي انا فيه انا يعني مستريح فيه آه. فكانت هتبقى صعبه عليا بس كنت في الاخر يعني يا جماعه ده منتخب مصر آه. مش هقدر اقول لا مش جاي هاي. مش هينفع آه. انما انا مستريح في النادي جدا جدا ومبسوط بشغلي لا مستريح جدا يعني اه هايل منتخب الشباب كده بس... جاوبت و... ب... 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 اجابه م... اه